المصنف رحمه الله تعالى فصل في أبعاد الصلاة. قبل ذلك السهو صح؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل أسباب سجود السهو أربعة. أسباب سجود السهو أربعة. متى يسجد المصلي للسهو؟ السهو كما هو معلوم عندنا سجدتان تكون قبل السلام في مذهب الشافعي، فكل سجود السهو يكون قبل السلام عند الشافعي، سواء سجد لأنه ترك بعض من أبعاد الصلاة أو لأنه نقل ركنا قوليا أو لغير ذلك. فالسهو كله يكون، سجود السهو يكون قبيل السلام، وسجود السهو أيضا عند الشافعية كله مستحب، بمعنى أنك لو تركت سجود السهو فلا شيء عليك، فليس سجود السهو واجبا وإنما هو مستحب. وإلى هذا أشار صاحب الزبد بقوله قبيل تسليم تسن سجدتاه. قبيل تسليم هذا إشارة إلى الموضع أن السجود يكون قبيل السلام. تسن سجدتاه إشارة إلى الحكم، أن حكم سجود السهو سنة. فإذا علمنا أن سجود السهو مستحب وأنه يكون قبل السلام، فما هي أسباب سجود السهو؟ أي ما هي الأسباب التي يستحب إذا حصلت أن نسجد للسهو؟ فهنا قال المصنف رحمه الله تعالى أسباب سجود السهو أربعة، تمام؟ قال الأول ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعض البعض. تقدم معنا فيما سبق أن الصلاة يتعلق بها شروط وأركان وأبعاد وهيئات. تقدم معنا أيضا أن الشروط انقسم إلى قسمين، شروط وجوب وشروط صحة. تقدم معنا أن أركان الصلاة 13 ركنا، وعلى ما ذكر المصنف 17 ركنا، وأن من أركان الصلاة أركان قولية وأركان فعلية وركن قلبي وركن معنوي. أبعاد الصلاة الآن لم نأخذها، وحتى تعرفها وأعطيك مثالا بسيطا لها خذ واحدا وسندرس البقية لاحقا. التشهد الأوسط عند الشافعية من أبعاد الصلاة، ومعنى أبعاد الصلاة أي السنن المؤكدة، السنن المؤكدة التي يستحب السجود للسهو إذا تركت، التي تكبر بسجود السهو إذا تركت، هذا معنى أبعاد الصلاة، السنن المؤكدة، واضح؟ التي إذا تركت يستحب أن نسجد للسهو، هذه أبعاد الصلاة. فقال المصنف رحمه الله إن أبعاد الصلاة إذا تركت يستحب سجود السهو، بمعنى أنه إذا ترك التشهد الأوسط على سبيل المثال يستحب له أن يسجد للسهو، سواء ترك التشهد الأوسط عامدا أو تركه ساهيا. فلو سهى الإنسان في صلاة الظهر فقام للركعة الثالثة ناسيا التشهد الأوسط ولم يتذكر إلا وقد انتصب قائما، عليكم السلام ورحمة الله، فإنه لا يعود لسجود السهو، لا يعود للتشهد، لا يعود للتشهد الأوسط، ويسجد سجدتين قبل السلام، واضح لا؟ إذن هذا أول سبب من أسباب سجود السهو، وهو أن تترك بعض من أبعاد الصلاة أو تترك بعض البعض. ما معنى أن تترك بعض البعض؟ معنى أن تترك بعض البعض أي أنك تترك ما هو مستحب في التشهد. على سبيل المثال
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط مستحبة، واضح؟ فتركها أيضا سبب لسجود السهو، واضح؟ وعلى هذا قال المصنف رحمه الله تعالى: أسباب سجود السهو أربعة. الأول ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعض البعض. الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. هذا السبب الثاني من أسباب سجود السهو، أن تفعل شيئا سهوا لو فعلته عمدا بطلت صلاتك. أن تفعل شيئا سهوا لو فعلته عمدا بطلت صلاتك، فيسن لك أن تسجد للسهو. مثال ذلك: لو تكلم الإنسان كلاما يسيرا ناسيا في صلاته، نسي في أثناء الصلاة فتكلم نطق بكلمتين ناسيا، صلاته صحيحة ويستحب له أن يسجد للسهو، تمام؟ لأنه لو تكلم عامدا لبطلت صلاته. إذن كل شيء تفعله ناسيا لو فعلته عامدا بطلت صلاتك، يستحب أن تسجد للسهو. كل شيء لو فعلته ناسيا لو فعلته عامدا بطلت صلاتك، يستحب لك أن تسجد للسهو. هذا مثال، تمام. أعطيكم مثال ثاني. تقول على سبيل المثال: لو أنك سجدت ثلاث سجدات، السجدة الثالثة زائدة، لكن أنت فعلتها ناسيا، لو كنت فعلتها عامدا ماذا يحصل لصلاتك؟ تبطل. لكن لما فعلتها ناسيا لا تبطل الصلاة، صح؟ لا تبطل الصلاة ويستحب لك أن تسجد للسهو. إذن كل شيء، شوف القاعدة إيش تقول: كل شيء فعلته ناسيا لو كنت تفعله عامدا بطلت صلاتك، يستحب لك أن تسجد للسهو. واضح ولا لا؟ واضح؟ إن شاء الله. هذا السبب الثاني من أسباب سجود السهو. السبب الثالث من أسباب سجود السهو: أن تنقل ركنا قوليا إلى غير محل. الأركان القولية مرت معنا أنها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير والتسليمة الأولى. فلو نقلت ركنا قوليا إلى غير محله، يستحب لك أن تسجد للسهو. لو قرأت الفاتحة وأنت راكع، نقلت ركنا قوليا إلى غير محله، لأن محل قراءة الفاتحة هو القيام، يستحب لك أن تسجد للسهو. لو أنك قرأت التشهد في حال الاعتدال، يستحب لك أن تسجد للسهو. إذا نقلت ركنا قوليا إلى غير محله، يستحب لك أن تسجد للسهو. هذا السبب الثالث. السبب الرابع: إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. أن توقع ركنا فعليا مع احتمال أن يكون هذا الركن زائدا، كمن شك مثلا، شك هل سجد سجدتين أم سجد ثلاث سجدات، ماذا يعمل؟ يبني على الأقل، الأقل هو الأقل، يبني على اليقين، اليقين هو الأقل، فيجعلها سجدتين. عفوا، شك هل سجد سجدتين أو ثلاث، يبني على اليقين، اليقين هو الأقل، فيجعلها سجدتين، صح؟ لا، عفوا، ليست هكذا. شك هل سجد سجدة أم سجدتين، ليس سجدتين أو ثلاث. شك هل سجد سجدة أو سجدتين، فيبني على اليقين، اليقين هو الأقل، فيجعلها كم؟ سجدة، صح؟ ويزيد الثانية، احتمال أن تكون الثانية هي الثانية، واحتمال أن تكون الثانية هذه هي الثالثة، صح أو لا؟
إذن هكذا صورة المسألة. شك هل سجد سجدة واحدة أم سجد سجدتين، فيجعلها سجدة واحدة، وهذا معنى قول الفقهاء أنه يبني على اليقين، لأن الواحدة هي اليقين، فيجعلها سجدة واحدة ويسجد سجدة. هذه السجدة التي سجدها احتمال أن تكون الثانية ويكون قد وفى المطلوب منه، واحتمال أن تكون زائدة، صح؟ احتمال أن تكون زائدة. هنا ماذا حصل؟ حصل أنه فعل ركنا فعليا وهو السجود، مع احتمال أن يكون هذا الركن زائدا، صح ولا لا؟ إذن هنا يستحب له أن يسجد للسهو. إذن تقول كل ركن فعلي تفعله مع احتمال أن يكون زائدا يستحب لك أن تسجد للسهو. كل ركن فعلي تفعله مع احتمال أن يكون زائدا يستحب لك أن تسجد للسهو. إذن صارت أسباب سجود السهو كم؟ أربعة. نعيد قراءتها. أسباب سجود السهو أربعة. الأول ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعض البعض، وأبعاد الصلاة كما تقدم هي السنن المؤكدة التي تكبر بسجود السهو، ومن أهم أمثلتها التشهد الأوسط. الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا، وقلت لكم مثال هذا كمن تكلم ناسيا في أثناء الصلاة فإن صلاته تصح ويستحب له أن يسجد للسهو، لأنه لو تكلم عامدا لبطلت صلاته. والثالث نقل ركن قوليا إلى غير محله، كمن قرأ الفاتحة راكعا أو ساجدا أو قرأ التشهد راكعا أو معتدلا، فهنا يستحب له أن يسجد للسهو. الركن الرابع إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة، وقوله ركن فعلي إشارة إلى أن الركن القولي ليس كذلك، أي أنه لو أوقع ركنا قوليا مع احتمال أن يكون زائدا فلا يسجد للسهو. مثاله لو أنه شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة، ماذا تقولون له؟ ابني على اليقين. ما اليقين؟ أنك لم تقرأ، الأصل عدم الفعل، الأصل عدم القراءة. اقرأ الفاتحة مرة أخرى، قرأ الفاتحة مرة أخرى، يحتمل أن تكون هذه القراءة هي الأولى المطلوبة منه، ويحتمل أن تكون هذه القراءة هي قراءة زائدة، صح؟ فهنا أوقع ركنا قوليا مع احتمال الزيادة، قوليا لكن، صح؟ أو فعليا قوليا، أوقع ركنا قوليا مع احتمال الزيادة، هل يستحب له أن يسجد للسهو؟ لا يستحب، واضح ولا لا؟ هنا لا يستحب له أن يسجد للسهو، بخلاف ما لو أوقع ركنا فعليا مع احتمال الزيادة. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. وكما تقدم معكم قبل قليل أن سجود السهو عند الشافعية كله مستحب، وأن سجود السهو عند الشافعية كله قبل السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أبعاد الصلاة سبعة. تقدم تفضل. بالنسبة لسجود السهو ما يحتاج إلى تشهد؟ لا، يسجد سجدتين ويسلم. نعم، سجدتين ويسلم فقط، ما يحتاج إلى تشهد. هنالك أحكام كثيرة تتعلق بسجود السهو، المصنف هنا رحمه الله لم يتعرض لها، لكن يعني أظن أنه من المناسب أن تذكر لكم. سأذكر حكما واحدا لأنه يتكرر. لو ترك الإنسان ركنا أو سهى الإنسان عن ركن من أركان الصلاة فماذا يعمل؟ نفترض على سبيل المثال لو تذكر في أثناء السجود أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يعمل؟ لو تذكر في الركعة الثانية أنه لم يقرأ فاتحة الركعة الأولى، ماذا يعمل؟ لو تذكر بعد أن سلم وهو لا زال في مكانه
أنه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة سجد سجدة واحدة فقط، تذكر هذا بعد أن سلم ولا زال في مكانه. لو أنه تذكر بعد أن فرغ من صلاته وعاد إلى بيته أنه في الركعة أو في ركعة من ركعات الصلاة أيا كانت سجد سجدة واحدة، أو أنه لم يقرأ الفاتحة، أو أنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فماذا يفعل؟ هنا أربع حالات احفظها معي. هنا أربع حالات. الحالة الأولى إذا تذكر ركنا وهو لا زال في نفس الركعة، أو بتعبير أدق تقول لا تكتب شيئا، ممكن أملي لك إياه بعدين، انتبه معي. إذا تذكر الركن قبل أن يصل إلى مثله من الركعة التالية، الحالة الأولى إذا تذكر الركن قبل أن يصل إلى مثله من الركعة التالية. الحالة الثانية إذا تذكر الركن بعد أن وصل إلى مثله من الركعة التالية، تمام، التالية وليست الثانية، التالية، تمام. الحالة الثالثة إذا تذكر الركن بعد السلام بزمن قصير. الحالة الرابعة إذا تذكر الركن بعد السلام بزمن طويل. صارت كم الحالات؟ أربع حالات. نذكر كل حالة مرة أخرى ونأتي لها بمثال. الحالة الأولى قلنا لو أنه تذكر الركن قبل أن يصل إلى مثله، فمثاله لو أنه تذكر في أثناء السجود أو في أثناء الركوع أو في أثناء الاعتدال أنه لم يقرأ الفاتحة، فالآن تذكر الركن متى؟ تذكر الركن قبل أن يصل إلى قراءة الفاتحة في الركعة التالية، تمام؟ نفترض أنه كان يصلي الركعة الأولى وفي أثناء ركوع الركعة الأولى تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة. نفترض أنه يصلي الركعة الثالثة وفي أثناء سجود الركعة الثالثة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فما الحكم؟ قال الفقهاء إذا تذكر المصلي في أثناء الركعة قبل أن يصل إلى الركن المنسين أنه لم يفعل الركن فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده. وبالتالي سنقول لهذا الشخص الذي تذكر في أثناء الركوع أو في أثناء الاعتدال أو في أثناء السجود أنه لم يقرأ الفاتحة، نقول له عد إلى القيام واقرأ الفاتحة وأتي بما بعدها على ترتيب صلاتي. واضح للا؟ إذن هذه هي الحالة الأولى. وصورة أخرى لو أنه تذكر عند قراءته الفاتحة أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة السابقة، فما الحكم؟ ماذا تقولون له؟ تذكر وهو يقرأ الفاتحة أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، ماذا تقولون له؟ ماذا؟ لماذا لا يعود؟ لأن الفاتحة واجب. الفاتحة ركن والسجود ركن. إذا إيش بتقول له؟ نقول له عود. يعود ويأتي بالسجود الناقص ثم يكمل صلاته. واضح ولا لا؟ أنا كنت أصلي في الركعة الثانية مثال، وأقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، تذكرت أني في الركعة الأولى سجدت سجدة واحدة، ماذا سأعمل؟ سأعود وآتي بالسجود الناقص، بالسجود الذي تركته، وأواصل الصلاة، وأواصل ترتيب الصلاة. إذن القاعدة كالتالي: إذا تذكرت الركن قبل أن تصل إلى مثله من الركعة التالية فأتي به وبما بعده. فنضرب عدة أمثلة، ما مشكلة. مثاله أيضا لو أنك تذكرت في أثناء السجود أنك لم تركع، يعني كنت قائما تقرأ الفاتحة ثم فجأة وجدت نفسك ساجدا، تذكرت أنك لم تركع وأنك لم تعتدل، فالآن تذكرت الركن الفائت قبل أن تصل إلى مثله في الركعة التالية، صح؟ ماذا تعمل؟ تعود إلى القيام، تعود، تركع، تعتدل،
تسجد. قال لكم صاحب الزبد: وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو إلى أن تأتي بمثله. وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو، يعني أنت تذكرت وأنت ساجد أنك لم تقرأ الفاتحة، كل شيء فعلته بعد ترك الفاتحة لغو. ما معنى لغو؟ غير معتبر، فلا بد أن تعود إلى قراءة الفاتحة. تقول أنا ركعت، نقول الركوع هذا السابق كان لغو لأنك لم تقرأ الفاتحة. لا بد من الترتيب في الصلاة، تعود لقراءة الفاتحة، تركع، تعتدل، تسجد وتكمل صلاتك. إذن القاعدة مرة أخرى أن الركن إذا تركته تمام ثم تذكرته في أثناء الركعة قبل أن تصل إلى مثله من الركعة التالية، فإنك تعود إليه وتأتي به وبما بعده. تمام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا تركت الركن وتذكرته وقد وصلت إلى مثله في الركعة التالية. مثاله: لو أنك تذكرت وأنت تقرأ الفاتحة في الركعة الثانية أنك لم تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى. أنت تقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، تذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى. واضح لما واضح؟ الآن متى تذكرت؟ تذكرت وقد وصلت إلى مثله في الركعة التالية، قد وصلت إلى موضع قراءة الفاتحة في الركعة التالية، صح؟ ماذا تعمل؟ تقول: كل تلك الركعة له، لا تحسب تلك الركعة، وتضيف ركعة في آخر صلاتك. واضح لله؟ كل تلك الركعة له، وتضيف ركعة في آخر صلاتك. واضح لما واضح هذا؟ إذا أعيده: إذا تذكرت الركن وقد وصلت إلى مثله في الركعة التالية فإن تلك الركعة كلها لغو وتأتي بركعة في آخر صلاتك. مثال آخر: لو أنك تذكرت في أثناء السجود في الركعة الثالثة أنك سجدت في الركعة الثانية سجدة واحدة، يعني تركت سجدة، سجدت سجدة وتركت سجدة، متى تذكرت هذا؟ تذكرته وأنت ساجد في الركعة الثالثة، قد وصلت إلى مثله، تمام ولا لا؟ فتقول: هذه الركعة كلها لغو، وتأتي بركعة في آخر صلاتك، تزيد ركعة في آخر صلاتك. واضح يا مشايخ ولا لا؟ هذه الحالة الثانية. إذا ما تلخيصها؟ تلخيصها أن تقول: إذا تركت ركنا وتذكرته وقد وصلت إلى مثله في الركعة التالية فإن تلك الركعة لاغية وتضيف ركعة في آخر صلاتك. رقم 2. رقم 3: إذا تذكرت ركنا فائتا وقد سلمت ولا زلت في مكان الصلاة، أي أن الزمن قصير، بعد أن سلمت تذكرت أنك لم تسجد إلا سجدة واحدة، أو تذكرت أنك لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أو تذكرت أنك لم تقرأ التشهد أصلا، أو تذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة، متى تذكرت هذا؟ تذكرت هذا بعد السلام والزمان قصير. فما الحكم؟ الحكم أن تأتي بالركن الناقص وبما بعده. نقول مثلا: تذكرت بعد السلام أنك لم تقرأ الفاتحة، تقوم وتقرأ الفاتحة، واضح، وتأتي بما بعدها، تركع، تعتدل، تسجد سجدتين، تقرأ التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم. تذكرت بعد السلام أنك سجدت سجدة واحدة، نقول لك: أسجد السجدة الثانية وأتي بما بعدها إلى السلام. تذكرت بعد السلام مثلا أنك لم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول: صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم.
إذن إذا تذكرت الركن بعد السلام والزمان قصير فإنك تأتي بالركن المتروك وبما بعده. الحالة رقم كم؟ 3. الحالة رقم 4 الحالة الأخيرة وهي حالة حكمها سلسة، إذا تذكرت الركن المتروك بعد السلام والزمان طويل، بعد أن عدت إلى البيت مثلا تذكرت، يعني طبعا تذكرت بيقين ما يكفي الشك، هنا لابد أن تتذكر بيقين. إذا تذكرت بعد السلام مثلا وقد عدت إلى بيتك أنك لم تقرأ الفاتحة، يعني تيقنت أنك لم تقرأ الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة، فهنا نقول لك صلاتك باطلة وعليك أن تعيد الصلاة. واضح؟ طبعا أقول لك إذا تذكرت بيقين، ليس إذا شككت، لأن الشك بعد الفراغ في العبادة لا يؤثر، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. ولذلك يقول فقهاء الشك لا يؤثر في موضعين، الشك ليس له تأثير في موضعين، متى ومتى؟ إذا شككت بعد الانتهاء من العبادة الشك لا يؤثر، 1. 2. وإذا كان الإنسان كثير الشك عنده وسواس فالشك أيضا لا يؤثر. وفي ذلك يقول الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذه الحالة الأولى بعد الفعل، وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذه الحالة الثانية، والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر. واضح الحالات ولا ما واضحة؟ واضح. ماذا؟ يعني بالنسبة لقراءة الفاتحة، نعم، إذا كان الإنسان ما أتى بها معناها الركعة كلها باطلة، نعم، يقوم يقرأ ويركع ويرفع كله يأتي بركعة، نعم. طيب، وفي حالة إنه مثلا السجدة هذه ما يأتي بركعة كالسجدة بس فقط اللي سجدها، متى تذكرها؟ متى تذكر أنه ترك سجدة؟ متى تذكر أنه ترك سجدة؟ بعد الفراغ من بعد الفراغ من يعني بعد الفراغ من الصلاة؟ لا، ها، من الركعة الأولى مثلا تذكر أنه الثانية تذكر أنه سجدة، يعني طيب هو في الثانية تذكر أنه سجد سجدة واحدة، صح؟ متى في الثانية؟ أثناء القيام، أثناء السجود، أثناء الاعتدال، أثناء الركوع، متى تذكر؟ إذا تذكر في أثناء القيام مثلا في أثناء قراءة الفاتحة سيعود ويسجد ويستقيم، ما عليه أي مشكلة، واضح لنا؟ لكن لو تذكر، هذه الحالة الأولى، لكن لو تذكر وهو ساجد في الركعة الثانية أنه في الركعة الأولى سجد سجدة، تبطل الركعة الأولى ويضيف ركعة في آخر صلاته، واضح لنا؟ تفضل أستاذي. عليكم السلام ورحمة الله. كان المصلي إماما، نعم، وتذكر بعد فراغ الصلاة، نعم، وكذلك المصلين موجودين، نعم، فما هو الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصابوا، وهو يتكلم على أئمة الصلاة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يلزمه هو أن يأتي بما عليه، ولا يلزم المأمومين شيئا. المأمومين يحسب لهم دائما صواب، أما الإمام فإن كان صواب ما يفعله فهو محسوب له، وإن كان خطأ محسوب عليه صحيحه بنفسه ولا يلزم المأمومين. ولذلك نقول من الأمثلة أيضا، لو أن الإمام صلى بالناس وبعد الصلاة يعني تبين أنه لم يكن على طهارة، صلى بالناس وبعد الصلاة تبين أنه لم يكن قد توضأ، لا نقول للناس أعيدوا الصلاة، يعيدها بنفسه وصلاة الناس صحيحة، صلاة الناس صحيحة، نعم. واضح يا مشايخ؟ بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله، اللهم صل على محمد، نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشهد الأخير ركن عند الشافعية والحنابلة، نعم، الشافعية والحنابلة ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند الشافعية والحنابلة، فلو تركت الصلاة باطلة. طيب لو الإمام ما
صلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم. ما أن تقول اللهم صل على محمد، يعني هذه هذا لا يحتاج إلى زمن طويل حتى تكون مخالفة. هذه ثلاث كلمات، اللهم صل على محمد، هذا هو الواجب. والصلاة الإبراهيمية مستحبة، هي أفضل أن تصلي صلاة الإبراهيمية إذا كان عندك وقت، لكن إذا ما عندك وقت يكفي أن تقول اللهم صل على محمد. واضح؟ حتى عند الشافعية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط سنة مؤكدة، لو تركها يستحب له أن يسجد للسهو، فهو تشهد أوسط ما هو التشهد الأخير. أما التشهد الأخير عندهم ركن ما تصح الصلاة إلا به. نعم، واضح. هذا الواجب المنزلي حقكم، أنكم كل واحد منكم يلخص هذه الحالات الأربع، يكتب كل حالة ويكتب لها مثالا، كل حالة ومثال في ورقة، ويأتيني بها في الدرس القادم الذي سيكون متى؟ فجر الخميس. طيب إن شاء الله هذا الواجب، هذا بطاقة حضور الدرس، من لم يحضر البطاقة ما قش ولا يحضر الدرس، حضر الدرس بس قزع البطاقة معك. تمام، واضح هذا يا مشايخ ولا لا؟ صحيح، معي ولا مش معي؟ هوم وورك، عمل منزلي، واجب منزلي، صح هوم وورك. طيب الذي بعده كم الساعة؟ 7:45. اللي بعده طويل، نقرأه ما في مشكلة. قال: فصل. أبعاد الصلاة 7. أبعاد الصلاة هي السنن المؤكدة التي إذا تركت، سواء تركتها عمدا أو سهوا، إذا تركت تكبر بسجود السهو. قال: أبعاد الصلاة كم؟ 7. صاحب الزبد ذكر 6، وهنا ذكر 7، وبعض فقهاء الشافعية أوصلها إلى 20. ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن الآن ندرس الذي عندنا هنا أنها كم؟ 7. قال: أبعاد هذه شبه الواجبات؟ لا، ليست واجبات. عند الشافعية لا يوجد شيء في الصلاة اسمه واجبات، عند الحنابلة يقسمون الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات وسنن. عندهم عند الحنابلة الواجبات إذا تركتها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركتها سهوا تسجد للسهو. هذا عند الحنابلة، هذا تقسيم الحنابلة. تقسيم الشافعية: الصلاة فيها شروط وأركان وأبعاد. الأبعاد عندهم سنن مؤكدة، لو تركتها عمدا أو تركتها سهوا الصلاة صحيحة في الحالتين، لكن يستحب أن تسجد للسهو. هذا الفرق بين الشافعية والحنابلة. نعم، قال هنا: أبعاد الصلاة 7. التشهد الأول، والمقصود به التشهد الأوسط، تمام، وقعوده أي والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط سنة مؤكدة، ولذلك على الأقل إذا كان الإمام لا يطيل التشهد الأوسط على الأقل أن تقول اللهم صل على محمد. واضح؟ أيوة. الأمر الرابع: الصلاة على الآل في التشهد الأخير سنة مؤكدة. اللهم صل على محمد في التشهد الأخير ركن، وعلى آل محمد سنة مؤكدة. فالصلاة على الآل في التشهد الأخير سنة مؤكدة، لو تركت الصلاة على الآل في التشهد الأخير يكبر ذلك بسجود السهو. واضح؟ قال: والقنوت والقيام له. القنوت عند الشافعية في موضعين، الموضع الأول القنوت في الصبح، وعندهم قنوت الصبح سنة مؤكدة. وقنوت الصبح موجود عند الشافعية وموجود عند المالكية كما تعلمون، لكن الفرق بين قنوت الشافعية وقنوت المالكية أن قنوت الشافعية بعد الركوع جهرا، وقنوت المالكية قبل الركوع سرا في الركعة الثانية. واضح لا؟ ف
فعند الشافعية القنوت سنة مؤكدة لو تركه، حتى نص النووي رحمه الله في شرح مسلم على هذا أنه لو ترك القنوت فإنه يستحب له سجود السهو، مع أن بعض الفقهاء من غير الشافعية وعند الشافعية هذا القنوت في الفجر من شعائر المذهب، يعني أمر يشددون فيه تمام. وعند غير الشافعية أنك لو تركت أن قنوت الصبح لم يصح به الحديث وبالتالي لا يستحب القنوت كما هو مذهب الحنابلة. الحنابلة عندهم لا يوجد قنوت في صلاة الصبح. نعم. والموضع الثاني للقنوت هو في الوتر، واختلف الشافعية هل القنوت في الوتر مستحب في جميع السنة، يعني في أي وقت في السنة تقنط في الوتر، أو يستحب قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان فقط. واضح خلاف، حتى اختلفوا في الاعتماد، بعضهم اعتمد هذا وبعضهم اعتمد هذا، لكن الذي اعتمده الأكثر أن القنوت مستحب في الوتر في جميع السنة، في جميع السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله والقنوت والقيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه، أي في القنوت، أي يستحب بعد أن تفرغ من الدعاء في القنوت سواء قنوت الصبح أو قنوت الوتر أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه. واضح. وهذا سنة مؤكدة من أبعاد الصلاة، فلو تركت ذلك يستحب لك أن تسجد للسهو. فهذه أبعاد الصلاة كما هي في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفع الله بكم وفتح عليكم فتوح العلم. آمين. نقف هنا.